صح النوم يا بطل. ايه كل النوم ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الفلوس. محسن باشا عارفه الفاسد المعفن خد 100 جنيه عشان يخليك تقعد هنا وسطينا لحد ما نطمن عليك، بس انا خوفته قلت له لو رماك في الزنزانه لوحدك كده وحصل لك حاجه هيشيلوا كلهم المسؤوليه. انت راجل على ذمه قضيه يعني لسه محتاجينك. طب ما ودونيش ليه المستشفى؟ معاك فلوس؟ لا خلاص هنا ارحملك. مستشفى السجن من غير فلوس موت محقق. عارف اخيرا التخيل ده بيدفع كام في حقنة الانسولين اللي النيابة صرفها له؟ 20 جنيه في الحقنة الواحدة، وإلا يقولوا له الكهرباء قطعت والأنسولين باص في التلاجة. ساتر يا رب، دول مش بني آدمين. لا يا راجل بني آدمين ونص، أنت بس اللي مش واخد بالك. يا أخي كل ما أبص على انفعالات الدهشة اللي على وشك أحس إنك مالكش علاقة خالص بموضوع تفجير الكنيسة ده. أنا فعلا ماليش علاقة بموضوع الكنيسة ده، وهم عارفين ده كويس، والكلب اللي اسمه عبد الرحيم عارف ده كمان. مش هسيبه غير لما يشهد بالحق ويطلعني براءة أنا وأخويا. طب إيه ده بس؟ إيه ده إيه ده؟ ما تفورش دمك، أنت راجل صاحب عاية دلوقتي. أنت فاكر إن كل واحد في اللي حواليك دول قتال قتلة مثلا ولا إرهابي دولي؟ أيوه، بس دي ناس شالت سلاح على الدولة وعلى ناس عزل، إنما أنا لأ، أنا غير. ومين قالك كده؟ في ناس شالت سلاح واتحكمت وقضت مدتها ولسه قاعدة في السجن بقالها 10 سنين، وفي ناس كانت قاعدة مع ناس شالت سلاح مجرد إن هم قرايبهم أو أصحابهم برضو اتقبض عليهم ومرميين في السجن، وفي ناس لا شالت سلاح ولا قعدت مع ناس شالت سلاح بس مجرد ان هم يتعمل لهم قضايا لضباط امن الدوله اللي مش لاقيين شغلانه. وفي ناس جت هنا بشكاوى كيديه، كل ده بفضل قانون الطوارئ المبجل. ايوه، بس برضه دي ناس منتميه لجماعات واقفه ضد الدوله، هي بتسميهم ارهابيين وهم مسميين نفسهم اسلاميين. انا مالي ومال كل ده؟ حتى عاصم الله يرحمه اللي كان ساكن معايا واتقتل في التعذيب كانش ليه دعوة ولا بتنظيمات ولا يحزنون. برضه مش عايز تفهم. طيب عندك أنا مثلا، عارف بقالي كام سنة في السجن؟ 10 سنين بالتمام والكمال. تفتكر تهمتي إيه؟ مشرفه. تهمتي إني حاصل على دكتوراه في المفاعلات النووية. هي في حد ذاتها مش تهمة، بس ضيف عليها ان انا مقتنع بفكر جماعه الجهاد. يا نهار اسود ومنيل. اتقبض عليا في 11 سبتمبر في بريطانيا. انا كنت عايش هناك بقالي سنين. وبعد شكوى كيديه رحلوني على مصر. عشان بلدي الحبيبه تنتزع مني اعتراف ان ليا صلات ارهابيه بتنظيم القاعده. بلدي الحقيقه عملت اللي عليها. ما قصرتش. بس فشلت، مش لأني دماغي ناشفة ولا إيماني قوي، لا 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 لا، لأني فعلا ليش أي علاقة بتنظيم القاعدة. وديك شايف هتيجي مرمي قدامك أهو. بناتي كبروا وأنا هنا، وحيتجوزوا وأنا برضو هنا، وإن شاء الله خرجتي هتكون برضو هنا. لا حول ولا قوة لا إله إلا الله. يا عم الحاج، يا عم الحاج، أنا مقدر مشاعرك والله، بس أنا ماليش دعوة بكل الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنا غير. يا ابني افهم، أنا مش بقولك الكلام ده عشان أيأسك ولا أحبطك، أنا بس عايزك تبقى واقعي وتشوف الأمور على حقيقتها. الأمل في السجون بيدمر العمر. الله يطمنك يا إخوانا، رجعوني زنزانتي. طب تعالى تعالى، خلاص خلاص، اقعد اقعد استريح، مش هفتح بوقي معاك بكلمة واحدة. اعمل له شاي يا أبو مصعب. عمرك يا دكتور. أبو مصعب؟ كام معلقة سكر إن شاء الله؟ 3 معالق، واللي أنت تشوفه. ماشي. كتير على فكرة. الصحي إنك تاخد معلقة واحدة.
واحذر السموم الثلاثة: الملح والسكر والدقيق، بالذات في المعتقل، لأن صحتك هي رأس مالك، وإلا ربنا يحوجك لمحسن عرف الفاسد المعفن وأمثاله. لا إله إلا الله. بص يا دكتور إبراهيم، أنا مقدر كل اللي أنت عملته علشاني، وإن شاء الله أول ما ربنا يكرمني المية جنيه بتاعتك هترجع لك وفوقيها بوسة كمان. بس أنا بقى ما عنديش استعداد أقبل فكرة إن أنا معتقل أساسا، وسيادتك زي ما أنت بتقول مؤمن بفكر الجهاد، عشان كده ربنا ما شاء الله منزل عليك صبر وبتكلمني على كل الظلم اللي أنت اتظلمته ده ولا أكنه فارق معاك، إنما أنا غير. طيب ما تطلع على الفكر ده يمكن يروقك. يا نهار اسود يا اخوانا، انتوا يا جدعان، انتوا يا جدعان يا اللي بره. يا عم انا عايز اتحبس انفراد الله يكرم. فكر مين بس يا عم الحاج اللي عايز اتعرف عليه؟ شاك. تسلم ايديك يا ابو مصعب، ما كانش ليه لازمه التعب. روح انت يا ابو مصعب اشرب الشاي واهدى كده، ما تفضلش تدور على الغلب. الغلب مفيش اكتر منه عندنا هنا. عارف يا دكتور، انا بقلق جدا من الشخص المتفائل اللي على طول مبتسم ده، عشان اللي شيعني وجابني هنا راجل كان طول النهار فشيخ لضبه. الله يكحمه بقى مطرح ما راح. لا لا، ادعي له بالهدايه، فان لم يهتدي يبقى ربنا يكحمه. ماشي، بس انا عايز افهم حاجه. لما انا مظلوم زيكم ليه مقعدني في حبس انفرادي؟ الفلوس يا اخي العزيز، الفلوس. لو معاك فلوس ممكن تقعد عندنا هنا طول اليوم وتروح تبات في زنزانتك، ولو معاك فلوس اكتر ممكن تقعد عندنا هنا على طول، واحنا تحت امرك لو حبيت. احنا؟ لا كتر الف خيرك، كفايه عليا التهمه اللي انا فيها، عندي امل ان اطلع منها، فبلاش حكايه احنا دي خالص. وعلى فكره في اول زياره ليا هرجع لك ال100 جنيه بتاعتك. بتضحك على ايه؟ على حكايه الزياره دي يا انسان. زياره ايه؟ انت راجل دمك خفيف وربنا هيحزك ان شاء الله. الله، معناه ايه الكلام ده؟ انت مش لسه قايل ان بيجيلك زياره؟ عشان ده يحصل لازم يبقوا متاكدين انك رضيت بالظلم وتصالحت معاه، واهلك رضيوا بالظلم وتصالحوا معاه. انما لو حسوا للحظه ان الزياره لو جات لك هتطلب محامي وتعمل لهم قلق ومشاكل، يبقى تنسى موضوع الزياره دي خالص. وعلى فكره اعتبر ال100 جنيه اللي انت خدتهم قرض حسن، وبقى رده وقت ما ربنا يفتح عليك.